رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فاز السراج بدعم الجامعات العربية لحكومة الوفاق الليبية. وأكد السراج خلال كلمته في مقر الجامعة العربية في القاهرة ضرورة التصدي للإرهاب في ليبيا، معلنا رفض التدخل العسكري في البلاد. إن تفشي الإرهاب المتمثل في تنظيم الدولة داعش مسألة حرجة للغاية لنا جميعا، وليبيا الآن أصبحت ساحة مستباحة لهم، ولقد وصلنا أدى هذا التنظيم جميعا وشهدنا كيف أصبح له خلايا ومجموعات في كل مكان. لذا نحن بدأنا بالفعل في وضع استراتيجية ومشروع وطني لإنهاء هذه الآفة والقضاء عليها وبسواعد ليبية. ونحن نشاهد تحالفات دولية لمكافحة الإرهاب ونرحب بمساعدة الدول لنا، ولكن ليس التدخل. نحن لسنا بمعزل عن العالم، ولكن سيادة ليبيا لا تنازل عنها. من جهته جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي نداءه لكل القيادات السياسية في ليبيا إلى نبذ الخلافات والانقسامات والالتفاف حول المصالح العليا للشعب الليبي على حد وصفه. العربي دعا إلى مواجهة تحديات الإرهاب التي تتربص بأمن ليبيا ودول الجوار والمنطقة برمتها. اليوم أود أن أجدد النداء لكل القيادات السياسية ولزعماء القبائل الليبية وشيوخها وإلى ممثلي المجتمع المدني الليبي بدعوتهم جميعا إلى نبذ الخلافات والانقسامات وتوحيد الكلمة بإعطاء الأولية القصوى للمصالح العليا للشعب الليبي حتى يمكن البدء في التحرك نحو تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية كما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر الصخيرات. أصحاب السعادة، أمام الشعب الليبي اليوم تحديات مصيرية بالغة الخطورة، ليس فقط على مستقبل ليبيا ووحدتها وأمنها واستقرارها، وإنما أيضا على أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة برمتها، خاصة وأن ليبيا اليوم تخوض معركة التصدي للإرهاب الداعشي الذي ارتكب بحق الليبيين أبشع الجرائم. ومن حق الليبيين علينا كدول عربية وكمجتمع دولي توفير الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمساعدة ليبيا على تجاوز هذه المحنة وتحقيق الانتصار على الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تحول العبث بمحاضر ومستقبل ليبيا وأمنها واستقرارها. ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الشؤون الليبية خالد محمود، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خالد. إلى الأولى، كيف يمكن فهم هذه الخطوة العربية الآن بدعم السراج وحكومته قبل أن يعترف بهذه الحكومة أو بهذا المجلس برلمان طبرق؟ هو حضرتك طرحت السؤال وهو نفسه بيتضمن الإجابة، بمعنى أنه السيد نبيل العربي يبدو أنه عايش في كوكب تاني، لا يعلم أنه السيد السراج هو رئيس لمجلس حكومة لم تعتمد بعد ولم تحصل على ثقة مجلس النواب الليبي المتواجد في طبرق. فهذه حكومة غير موجودة على الأرض، وهذا مجلس رئاسي يفترض أنه مكون من 9 أعضاء، لكن هناك عضوين على الأقل يرفضان العودة لجلسات المجلس ويتهمون رئيس المجلس السراج وبعض الأعضاء بمحاولة تسليم السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين مجددا. بالتالي هذه الخطوة لم تكن محسوبة على ما أعتقد من الأمين العام للجامعة. لكن هنا السؤال، عندما تقدم الجامعة العربية هذا النوع من الدعم، هل نكون نتحدث فقط عن نبيل العربي؟ يعني نبيل العربي هل يتحدث هنا بصفة شخصية أم يعني هو يتحدث بصفة أنه أمين عام لجامعة الدول العربية؟ هناك دول أعضاء هم من وافقوا على اتخاذ هذه الخطوة. أنا لا أظن أنه الأمين العام تشاور مع أحد في استقبال السراج، لكن حتى لو افترضنا أنه الجامعة العربية بوضعها الحالي فهي لا تعني أي ثقل سياسي في الأزمة الليبية. نحن نرى سيدتي أن من يتولى الوساطة في الملف الليبي ليس شخصا عربيا بالمرة ولا الجامعة العربية بالمرة، ولم يجرؤ نبيل العربي على طرح فكرة وساطة إذا كان فعلا مشغولا بالملف الليبي. ولكن هناك أطراف عربية أستاذ خالد تدعم أطراف عدة في ليبيا، يعني هذا موضوع مفروغ منه.
نعم، لكن هو في حالة من الالتباس. إذا كنا نتحدث عن ضرورة احترام الشرعية لأي دولة فباليقين وجملة واحدة، فالسيد السراج لا يمثل الشرعية حتى هذه اللحظة في ليبيا، وإنما من يمثلها هو مجلس النواب وحكومته الانتقالية المتواجدين في شرع البلاد. ما يجري في غرب البلاد هو أمر يتم فرضه بالقوة وبالأمر، لكنه يعني يأتي متناقضا تماما مع المعطيات على الأرض. طيب يعني بهذه الحالة هل نتوقع الآن تغير بالمشهد؟ كانت هناك اتهامات عفوا من قبل حكومة الثني وكذلك من قبل البرلمان في طبرق بأنه المجتمع الغربي يتعامل ربما بسياسة الأمر الواقع بفرض هذه الحكومة والاعتراف بها. الآن لدينا الجامعة العربية أصبحت معترفة بها. الجامعة العربية لا تعني شيئا في سياق أزمة بحجم ليبيا، مع احترامي لهذا الكيان الهلامي اللي موجود عندنا، لكن في نهاية الأمر أنا سعيد أنه السيد السراج يتحدث عن الإرهاب من القاهرة ويدعو لمكافحته، بينما هو لا يعلم أنه أو يعلم، أنا لا أعلم يعني بحجم معلوماته إيه، لكن خارج القاعدة الحصينة التي يعني يتخذها مقرا لمجلسه في طرابلس، على مدى اليومين الماضيين قتل تقريبا حوالي 15 من ضباط الجيش الليبي. من قتلهم إذا كان لديه معلومات، إذا كان جادا في مكافحة الإرهاب، إذا كان يعني ما يقوله، كل هذه أسئلة مطروحة سيدتي. طيب ولكن هنا أيضا يعني أبقى معك في نفس النقطة قبل الانتقال لنقطة أخرى. هذه الجولة التي يقوم بها السراج يعني ذهب إلى أكثر من بلد عربي، أكثر من بلد جوار، وقابل زعماء هذه الدول، ألا تعتقد أنه نال ربما شكل ما من الدعم تمثل بهذا الموقف في الجامعة العربية اليوم؟ بغض النظر إن كانت الجامعة العربية اليوم فاعلة أم لا، هي بالنهاية المحيط والحاضن للدول العربية شئنا أم أبينا. نعم، لكن حضرتك بتنسي أنه ما بني على باطل يبقى باطل. هذه حكومة، نجدد القول بأنها ليست حكومة شرعية ولم تحصل على ثقة البرلمان الشرعي المعترف به دوليا، فكيف يطلب منا أن نعترف بهذه الحكومة؟ ثم أنه الحديث عن مكافحة الإرهاب أو الحصول على دعم دولي لمكافحة الإرهاب، إذا كان السيد السراج جادا في مكافحة الإرهاب مثلا، فلماذا لم يدعم القرار اللي أعلنه قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر بتشكيل غرفة عمليات لتحرير مدينة سرت؟ هو على العكس من ذلك، رفض تحرك حفتر واعتبره تحرك منفرد وأسس غرفة عمليات ثانية. ثم يأتينا خليفة الغويل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني الموجودة في طرابلس ليؤسس غرفة عمليات ثالثة، وهكذا. فالأمر عبثي إلى حد كبير، وأنا لا أعتقد أنه البناء على حكومة بهذا الشكل وجسم بهذا الشكل لم ينل ثقة البرلمان. طيب عند هذه النقطة أستاذ خالد، أنا آسفة ولكن الوقت يداهمنا، يعني تفضل. موضوع هل يلقى اللوم فقط على السراج وعلى المجتمع الدولي وعلى من يدعمه، أم ربما أيضا البرلمان في طبرق ملام؟ يعني ليجتمع البرلمان وليقول لن نصوت لهذه الحكومة بالنهاية. يعني هذه الحالة من لا يجتمع ولا يصوت بنعم ولا يصوت بلا. يعني في العالم في برلمانات لا تجتمع ولا يلقى عليها بالاتهامات. إذا كان الأمر صحيحا فاسألي لماذا فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس دولة؟ عقد أكثر من 70 أو 75 جلسة إلى حتى الآن، لم يتحدث أحد هنا عن اتهام البرلمان اللبناني بأنه متواطئ أو أنه يتلكأ. إذا كنا نؤمن بالعملية الديمقراطية كان يجب احترام إرادة مجلس النواب باعتباره الممثل الوحيد والشرعي للشعب الليبي. أما أن يأتي أحدهم ليقول فجأة أنه هو الرئيس الفعلي وأنه هو القائد الأعلى للجيش الليبي وأنه وفي الواقع هو لا يملك شيئا، وأنا لا أعتقد أنه هو من يحكم بالفعل في طرابلس، وأنه سلطاته أو نفوذه لا يتخطى على أقصى تقدير محيط قاعدته العسكرية الموجود فيها. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة الخبير في الشؤون الليبية خالد محمود، شكرا جزيلا على هذه المداخلة معنا في الأولى.